ويعود الراي للطغاة مع الفجار صحاب الدين كريتان وحب راحة الهدار. يضحى الفجر عزيز والمؤمن رذيل واهل الابوال على الضعفاء كبارو وش ينفحش والحياة يعدم قليل لهيبان الكبير يعدم توقعو ناس ذياب في ثياب بلاد فضيل ويقل العهد والوفا ما يجبار تكثر جورة السلطان ويضيق الوقت بالهراج قايم يغصب المواطن اهل الغرفات والفراج والمعاطن تسكن في بتنزل الدراج تبقى البدان صاحب الساعة ينظر بعد الدين يصدر ثم الدجال من وراء المهدي يظهر يطغى في الأرض بالقاع محمد راح ترحل يهبط ليه المسيح عيسى بن مريم يفنيه ويتم على دين الفرقان يا جوج وما جوج بعد عيسى يتقيد يهدم السد كي جرى على الوطن السعيد والشقي بديان تخرج من أرض ما بها ما ينفع الهروب ترشم الناس بقت حامات تجبر بالفرح والهروب ترشم الناس بقت حامات تخبر بالفرح تقوم الشمس في قامة حتى تطلع من الغروب الساعة ما تفيد توبة من الوزان يتغلق بابها هو نسأل الله في العفو نعم السلطان يلطف بنا من الهيام نعم القيوم خالق الجنة والنار ليوم البعث والقيام نعم القيوم خالق الجنة والنار ليوم البعث والقيام محمد رحت الألم ما تبقى من بعدها غير الكبرى يفزع بيها الزمان والوقت الموعود و
وإذا راد ربنا عن القدرة يثني الدنيا بأنها لعب المعبود. يا مرب جلالك وصرافين ينخف الصور صعب سقط النخت والحوامين وكثير الناس تتحق ويعاود نفخة للزلازين من هالقواد بالطبق. يا مرع عزرائيل بالعزم يقبض العمار خصوص الخلق والهواء كما طوفان نوح لم يبقى ديما أهل الأرض والتمام وحفظ راحة الله. سكن الأرض ما بقى كلهم نسبة يقول له زيد زيد الدواير الفلام حتى تختم على النايم كل نسبة. ثم يصعد على السفنة من البلاد وطوامق بالرهوط ليهم السماء بلا يكون بالحجوم يعزم يفنيهم كل الممات ويقول يا مدرى ويا لم حضرت ما ليك تكفنا من غيره بالحجاب العظم وأهل الكرسي في الحياة وحمالة عرشك يا عالم الإسلام والقراب الأربع الكرام ويقول له وخر القراب من الأبرار وفني الجمهور بالتمام محمد راحة الأنام. يمر عنهم بالثلاثة بالتأهيل ثم من بعد ذاك لجميع عزرائيل خلاو الكل بحالة بالموت كما هو العظيم ما يبقى غير الله تعالى في دور الموت دايما قدير قدوس العز والجلال الرحمن الرحيم السماوات الجبار على العربين بالكلام ويقول إلى الملوك يا دنيا الكبار وإلى الظلم والظلام وحدد راحة الأنام. يا دنيا وين السلاطن والوزراء وين القيال والفراعن والطغيان وين اللي شيدوا من أزهل الفرام وين اللي يعبدوا الحوادث والصلبان لمن الملك بالدوام بلا فترة
قبل لا يكون كاين من الكوان. يا دنيا وين المداين وين الغرفات والقصور، وين أهل الخير والطعاين وين الحجبات والطور. قبل لا يكون كاين واليوم يا دنيا السلام، يقول الملك حق لله القهار، وحياة العز بالدوام، نعم القيوم خلق الجنة والنار، ليوم البعث والقيام، محمد راحي في الألم. سمات صب مطر على الغماس، الماء من صيفة المنية واصغر المغان، تلبت بيه الوراج سلم غير مفاس. ولنجاب الأربعة يقول بن عباس، يرسلهم رب كل محتال إلى أخوان يحفل، يعطيهم بالبراق والكمال وعلم الحمد والحلال. أهلا لا يزول وهاج فيما يأتي وما قبل، الساعة يوقف وعد الجنة الخيار، يعطيهم صاحب المقام ثياب وتاج الهدان يا بالمختار، لحضرت جنة السلام، يا من قيوم خالق الجنة والنار، ليوم البعث والقيام محمد راحة الألم. Yeah.